مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الفرح. شخباركم؟ فرحانين، مبسوطين، زعلانين، شو الوضع؟ شكرا لكل اللايكات، شكرا لكل القلوب، شكرا لكل الكلام الجميل. اليوم نبغى نتكلم شوية عن الفرح، وبرضو نبغى ناخذ قسط في أي موضوع يعني تحبون نتكلم فيه. أول شيء أبغى أحكي لكم واحد من أجمل الأبحاث العلمية صدرت من هارفارد، ويعني تعتبر من أطول الأبحاث العلمية باعتبار أنها أخذت وقت طويل يعني في الدراسة، قرابة 75 سنة. بدأت الدراسة عام 38 ميلادية تقريبا. كانت الدراسة عن السعادة، وكان السؤال اللي هو إيش اللي يسعد الناس، يعني إيش اللي يخلي الناس سعيدين ومبسوطين ومستمتعين في هذه الحياة. طبعاً قبل الدراسة كان فيه سؤال توقعات الناس، أنتم مش تتوقعون إيش اللي يسعدكم أو إيش اللي يحقق لكم السعادة. فكانوا الناس يتوقعون أنه الفلوس، الإنجازات، الصحة الجيدة. وبدأ البحث بعينات فقيرة جداً وعينات غنية جداً، عشان يبغون يشوفون يعني أثر الفلوس على الموضوع، يعني كيف المال يعني يسوي سعادة ولا ما يسوي سعادة. وتعاقب على هذه الدراسة عدد من العلماء لأنها كانت دراسة طويلة، وبعدين طلعوا بنتائج، والنتائج كانت صادمة لأنها خلاف توقعات الناس. فالناس عندهم توقعات أنه يعني إنجازات، فلوس، يمكن ناس عندهم انهم يقدمون خير، انهم يفعلون خير، انهم يعني كل توقعات الناس جت الدراسة صدمتهم. فماذا قالت الدراسة؟ الدراسة وصلت الى نتيجة انه الناس السعداء واللي مبسوطين هم الناس الاجتماعيين، هم الناس اللي عندهم اصدقاء وحياة اجتماعية جيدة. باختصار كده، هم الناس اللي عندهم حياة اجتماعية جيدة هم أكثر الناس سعادة. فهذا طلع العامل رقم واحد. وبعدها جاءت وجود هدف تسعى له. هذا أنا أؤمن فيه كثير، أنه عندك شغلة أنت مشغول فيها، لأنه إذا ما عندك شغلة أنت مشغول فيها يعني قاعد بطال عطال، معناها أنت بتروح في الباي باي. يعني شوف، على فكرة حتى لو أنت يعني تسمعني وأنت في السجن وأنت في حرب وأنت يعني ما عندك وظيفة، أعرف الحكومة ما وفروا لك شيء، وضع البلد سيء، أمك وأبوك رافضين يسوون لك أي شيء، وأنت مغلق عليك في يعني أضيق مكان، أنت تقدر تصنع هدف، تقدر تحط هدف والله أني أنا أسوي كل يوم رياضة لمدة كذا، أني أرقص لمدة كذا، أني أفكر في الموضوع الفلاني، أني أحفظ الشيء الفلاني، أني أقرأ الشيء الفلاني، أني أرسم، أني أي هدف. المهم أنه في هدف أنا قاعد أشتغل عليه، هذا اللي راح يخلي شعوري جيد. هذه أحد الأشياء ترى ما تعتبر أساسية هذه في البحث. الأساس في البحث هو الحياة الاجتماعية الجيدة. عندنا الأهداف كانت وجدت ضمن النتائج أو العوامل الثانوية، وجود هدف تسعى له، سواء كان وصلت للهدف ولا ما وصلت، صح غلط، بس أنه في شيء كذا يشجعك كل يوم للحياة. فإذا تسمعني الآن وأنت عندك اكتئاب أو حزين، قد يكون هذا مدخل أنك توجد شيء تنشغل فيه تعطيه اهتمامك. أيضا العطاء، وجدوا أنه الأشخاص اللي يعطون ويقدمون عندهم مشاعر سعادة ومبسوطين ويحسون كذا بشعور جميل. برضو التفكير الإيجابي، يعني
حتى لو ما عندك شغل وقاعد كذا يعني عندك خيار، بدل ما تفكر بطريقة سلبية تفكر بطريقة إيجابية، هذا راح يحسن مشاعرك. كثير من الناس يعتقدون أن التفكير الإيجابي وهم وتضيع وقت، طب بالنتائج العلمية هو يعني حسن الحياة، يعني في النهاية النتيجة وش النتيجة؟ أنه أعطى شعور جيد، أنه حسن الحياة، فمعناه هو قاعد يشتغل. آخر شيء اللي هو موضوع الصحة، أنه الصحة الجيدة تؤثر على شعور الإنسان. فالسؤال الآن، السؤال الآن، هل عندك جروب جيد؟ بناء على هذه الدراسة اللي تقول لنا أنه الأشخاص اللي حققوا ووصلوا للسعادة هم الأشخاص اللي عندهم مجموعة اجتماعية جيدة، يعيشون حياة اجتماعية جيدة. السؤال، هل عندك جروب جيد؟ هل عندك مجموعة جيدة أنت قاعد تنبسط معاهم؟ معناها إحنا عندنا موضوع مهم نحتاج أن نشتغل عليه، قد يكون أولوية في الحياة إذا كنا مهتمين مشاعرنا، أنه إحنا نوجد الأشخاص الصح ونتواجد معهم بطريقة صحيحة ونستمتع بالحياة معهم. كثير من الأحيان العلاقات تنحرف بطريقة غير جيدة إلى علاقات مصلحة أو علاقات مادية، ويغفل كثير من الناس أنه وفقا للدراسة اللي إحنا قاعدين نتكلم منها، أنه لو حصلت على أموال من هذا الشخص، أموال، لاحظ، لو حصلت على أموال من هذا الشخص في النهاية، لأن الهدف عندنا أو الشعور هو الهدف، الأموال ما راح تعطي نتيجة، يعني الأموال ما راح تحقق شيء جيد في هذه الحياة مقارنة بلو حصلت شعور جيد، لو حصلت صديق محب، لو حصلت شريك حياة محب، لو حصلت مجموعة أصدقاء محبين، لو حصلت جيران محبين، لو حصلت زملاء عمل محبين، إيش هذه الحياة؟ هذا يعني أنك أنت حصلت أو ضمنت مشاعر جيدة في حياتك. فما يمنع أنه إحنا نشتغل على هذا الموضوع، ما يمنع أنه إحنا ننوي هذا الموضوع، نشتغل عليه، نبذل عليه جهد، نعطي الناس وناخذ منهم، نعطي وناخذ، ترى ما أتكلم عن فلوس ولا ماديات، نعطي وناخذ شعور، دعم، إحساس، لما يسقط تساعده في سقوطه، لما ينجح تصفق له. هذا أهم على الناس. الناس مش مهم عليهم أنك أنت تجيب لهم هدية، مش مهم. الناس مش مهم عندهم أنه تدفع لهم فلوس أو تعطيهم مصلحة. المهم لما يسقطون تكون معاهم، تدعمهم، ما تخلي السقوط يستمر، ما تخليهم يسقطون في القاع. هذا دورك لكل شخص حولك أنت تحبه. لما شخص حولك ينجح خليك موجود، تواجد. لما شخص أنت تحبه حولك ينجح خليك موجود في لحظة النجاح، أرجوك صفق، افرح، قل لني أنا فرحان، قل له برافو عليك، أنا فخور فيك. لما يسقط خليك برضو عنده، خليك حوله، لا تخلي يسقط أكثر، قل له إحنا معاك وإنت راح تطلع من هذه المشكلة قريبا. ثروة، ثروة، الأرواح هذه بالنسبة لنا ثروة، ثروة مشاعرية مهمة، إن نحط لها هدف، نية، نشتغل عليها، نعطي قيمة للناس اللي حولنا، نعطي أهمية إنه الناس هذول موجودين حولنا، لأنهم هم بمشاعرهم مهمين، هم بمشاعرهم مهمين بالنسبة لنا. نبغى شخص مستعد، عنده إنترنت جيد، سؤال واضح. طيب يلا، دعواتكم ان الله ايش؟ ايش تقول؟ دعواتكم ان الله يرزقني بالذرية لعل منكم مستجاب الدعوة. يعني الان احنا كلنا عرفنا انه انت عندك ازمة، ازمة انه انت ما عندك اطفال وانت تبغين اطفال. فاحنا الان كلنا، كل اللي قرأ واللي سمع واللي فهم هذا الموضوع، كلنا الان اضفنا طاقة حرمان للمعلومة اللي أعطيتينا إياها، فما كان في أهمية أنك تعطينا هذه المعلومة. الشيء الثاني أنه أنت، أعتقد أنك أنت أولى شخص أنك أنت تدعين، تتوجهين إلى الله وتسألين هذا الطلب،
أنت بشعورك الجيد تقدرين تدعين أفضل من كل المجموعة اللي أنت تنتظرين منها. الشيء الثالث مش من ال خليني بحاول أوجد الكلمة الصحيحة أو المناسبة. مش من المناسب إنه إحنا نطلب من الآخرين شيء، إن نطلبهم شيء، جيبوا لنا، عطونا، سووا لنا، ادعوا لنا. يعني لا تعطين الآخرين نجوم هم ما هي عندهم، لا تعطين الآخرين نجوم هم هي مش عندهم. روسا السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا حبيبتي روسا. كيف حالك دكتورة؟ خير وعافية، شرفتيني دكتورة. ليش ما أسمعك؟ ما تسمعيني؟ لازم أركب سماعات؟ ما أعرف والله، أنا ما سبقتني جربت أني كلمت على نفسي. طيب دكتورة، أنا ما يهمني. أيوة دكتورة، أنا للأمانة عندي أسئلتي واضحة هنا ومن قبل أنا كاتبتها، لأني بأمر بهذه الأشياء كلها اللي بكتبها وأبغى فعلا الفائدة. يلا أول حاجة جاتي. دكتورة أنا عندي جوالين، تمام؟ ففي يوم زي كده بالصدفة مسكت الجوال الأول والثاني، لقيته نفس الشحن 67 67، فما أعرف إيش معنات هالشيء يعني. أما السؤال الثاني، طبعاً دكتورة أنا عمري 29 سنة وراضي عن نفسي وراضي عن الأشياء كثيرة أنا عملتها بحياتي، تمام؟ في لي طموح ولي أهداف لسه أنا ما عملتها وقاعدة أسعى عشان أنا أعملها. ممتاز. المهم دكتورة، ومؤجلة فكرة الزواج بسبب هذا الموضوع، أنا ماني عارفة إذا هالشي صح أو غلط. دقيقة مسعود، دقيقة، فماني عارفة إذا هالشي صح أو غلط يا دكتورة، ومسبب لي أزمة. ممكن لإني أنا ما لقيت، أيوة ممكن لإني أنا ما لقيت الشخص اللي ممكن يكون واقف معايا وداعم لي، إلى الآن أنا ما وجدت هذا الشخص، لكن في نفس الوقت مأجلة هالفكرة، وما أبغى في يوم من الأيام إنه أندم إنه أنا وصلت لمرحلة عمرية، بس أنا إلى الآن ما أفكر بزواج ولا أفكر حتى بعمري، قد ما أنا أفكر إنه أوصل لأحلامي وطموحي. تمام دكتورة؟ تمام واصلي. ايوه بس هذا هي. اوكي حبيبتي، انا روسا. شكرا لك. السلام دكتوره. باي باي. طيب شكرا روسا على اسئلتك. اول شيء انت قلتي انه ظهر عندك مره من المرات في الجوال رقمين في نفس الشحن. انا ما أعتقد، خصوصا في رسائل الأرقام، إذا ما تكررت عليك أكثر من مرة لا تعطينها أهمية. يعني المبالغة في جعل كل شيء هو رسالة كونية ما أعتقد أنها طريقة صحيحة. يعني شوي تسوي وسوسة عند الإنسان أنه واو كل شوي جاني هذا الرقم، واو كل شوي صحيح. يعني مثلا الآن كثير من الناس يجيهم 11 11 11، طبعا الآن صار وعي جمعي، الآن تحول 11 11 إلى وعي جمعي، فبالنسبة لي في كثير من الأحيان أحرق موضوع الرسالة. في يوم من الأيام كان هو رسالة، بس الآن احترق كثيراً لأنه أصبح وعي جمعي، فصار ما له قيمة. فمثل يعني بعض المعطيات تخلينا أن ما نقول أنه هذا الرقم رسالة. فمرة واحدة شفتي شحن متطابق ما أعتقد أنها رسالة. انتظري إذا تكرر، إذا شفتي في أكثر من مكان، في أكثر من زمان، في أكثر من طريقة، في هذه اللحظة أقول واو أنا طوال الوقت أشوف مثلاً 6 7، أنا طوال الوقت أشوف الرقم الفلاني، ذاك الوقت أقول نعم هناك رسالة، في شيء قاعد يتواصل معي، في رسالة تحتاج أنها تصل. بالنسبة لموضوعك الثاني اللي هو أنت تقولين عمري 29 سنة راضية، وفي نفس الوقت أنت طموحة وتسعين لأهدافك، لكنك تأجلين فكرة الزواج بسبب الأهداف،
وتقولين إنه ما وجدت الشخص الداعم، وبنفس الوقت ما أبغى أندم. أنا ما أعرف وش فكرة الشخص الداعم، هل قصدك إنه أنت ما وجدتي خلينا نقول شريك الحياة اللي ممكن يدعمك في هذه المهمة أو في أهدافك، أو إن قصدك خلينا نقول أهدافك متعطلة وأنت ما وجدتي شخص يدعمك، فبالتالي ما خلصت أهدافك، فبالتالي ما جت فقرة الزواج، كأنها يعني كأنك أنت مرتبتها إنه أهداف بعدين زواج بعدين، لها ترتيب معين في حياتك. وفي نفس الوقت أنت تقولين أنا ما أبغى أندم، ما أبغى أندم إنه يعني يمكن تأخر العمر، يمكن كان عندي فرصة إني أجيب أطفال ما جبت أطفال، أي ندم أنت تشعرين فيه. أو شيء خلينا نقول إنه الندم هو قد يكون شكل من أشكال الخوف، فهو على مستوى الخوف، ويعني خيبة أملك من عدم وجود الشخص الداعم، نفترض إنه هو الزوج، برضو عندنا وعي على مستوى الخوف إنه أنت خايفة إنه هذا الشخص مو موجود، فأنا كيف أجازف وأتزوج شخص ممكن يوقف لي أهدافي. محاولتك أو طموحك وسعيك لأهدافك قد يكون على مستوى الشجاعة، فهو على درجة أعلى، فطوال الوقت الآن راح يفوز هذا الموضوع، وهذا اللي خلى هذا الموضوع مستمر، إنه عندك أهداف تقاتل على مستوى أقل، أو خلنا نقول نوايا تقاتل على مستوى وعي أقل، ونوايا تقاتل على مستوى وعي أعلى، فاللي أعلى هي تمشي المسيرة. الآن لما تجيك مشكلة أو أزمة أو مشاعر ملخبطة وتنزل شوية تردداتك، على طول راح تلقطين الموضوع الثاني. خلينا أعيد لك يا روسا، الآن أنت عندك نية على هدف، نية على مستوى، ونية على مستوى. النية مدام أنت على كلامك راضية فمعناها شعورك جيد، فالنوايا اللي على هذا المستوى تشتغل، فطوال ما أنت شعورك جيد النوايا اللي على هذا المستوى تشتغل. ففي لحظة من اللحظات يجيك حزن، يجيك كآبة، يجيك ضيق صدر، يجيك خوف زيادة، قلق زيادة، النوايا اللي على مستوى منخفض هي اللي تقود، وهي اللي راح تشتغل وتأدي المهام. ذلك الوقت أنت راح تتخذين قرار الزواج وتتزوجين. قد يكون هذا جيد، يعني لو انخفض مستوى مشاعرك وقررتي في لحظة انخفاض المشاعر تتزوجين، قد يكون أنك تقدرين تحسنين من حياتك، ما نعرف. النقطة المهمة أنه إحنا ليش ما نفكر على مستوى الشجاعة اللي أنت فيه ومستوى أهدافك وطموحاتك، ونقول يعني إذا أنت شخص تحترمين نفسك وعندك شعور جيد تجاه نفسك وتشتغلين على نفسك، ويعني تشعرين أنك قوية بالقدر الكافي، الزواج ما يعطل، لا رجل ولا امرأة، الزواج ما يعطل، لكن سؤال هل الشخص المناسب ظهر؟ هذه الفكرة. يعني ما أشوف أنه فكرة جيدة أن نقول الزواج عنده وقت، يعني الزواج في سن 25 أو الزواج في سن 30 أو الزواج في سن 20، أو لا، الزواج بعد الأهداف، الزواج قبل الأهداف، الزواج بعد ما أخلص الجامعة، الزواج بعد ما أخلص الماجستير، الزواج قبل الجامعة، الزواج قبل الماجستير، يعني ما لها فكرة. فكرتها، هذه الفكرة هي فكرة خوف، إنه أنا داخل كرجل، أو بعض الرجال يقول لك الزواج بعد ما أسوي مشروع، بعد ما أسوي القصة الفلانية مثلا، ما لها فكرة واضحة. يمكن الرجل أوضح إنه يقول والله بأسس، بقدر أدفع مثلا، بقدر أكون أسرة. البنت يعني إذا هي في عائلة تقليدية أو مجتمع تقليدي، ما لها فكرة أنها هي تأجل أو تقدم أو تقول بعد الهدف قبل الهدف، ما لها علاقة. إذا أنت شعورك أنك أنت ضعيفة مجرد ما يجيك رجل راح ترمين كل أهدافك في الزبالة، فهذه مشكلتك مش مشكلة الرجل. إذا أنت امرأة تشعرين أنه أنت أهدافك ما تقدرين تحترمين أهدافك، وما تقدرين تحطين لها قيمة، وما تقدرين يعني يستوعبها وعيك ويستوعبها شعورك ويستوعبها اهتمامك، فمعناها الخوف عندك، معناها الزواج عامل. ليش الزواج، ليش الرجل هو اللي يجعلك تعطلين أهدافك؟ فأنت الشخص الوحيد اللي تقدرين أنك تتزوجين وتستمر أهدافك. فأنا الآن أشوف أنه أنت بالخيار، يعني
أشوف أنه أنت تفكرين أنه متى ما ظهر الشخص المناسب فأنا مستعدة لأني أخذ الشخص المناسب وأتزوج، بدلاً من أني أقول أنا بخلص أهدافي بعدين أشوف موضوع الزواج، كأنه موضوع كأنه هدف يعني، واحد الزواج، اثنين الأهداف، ثلاثة كأنه واحد يعني من الأشياء اللي أنت بتسوينها في الحياة. طيب مين مستعد؟ جاهز؟ انترنت كويس؟ أسئلة واضحة؟ سارة؟ سارة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا سارة. كيفك دكتورة؟ الحمد لله حبيبتي، شرفتيني، تفضلي. لحظة شوية. ها أسئلتك ما هي جاهزة دكتورة. يا سارة؟ لا جاهزة جاهزة الحمد لله، بس معلش أنا متوترة شوية. لا لا أبد، نفس عميق، شهيق من الأنف وزفير من الفم. أوكي، أنا أحس إيش أول شيء، أول سؤال إيش الفرق بين السعادة والفرح؟ ثاني سؤال إنه أنا أحس مهما سويت الأيام هذه ما أحس بشعور الفرح، يعني على طول أحس إنه شيء عادي، ما في شيء يستدعي إني أفرح أو شيء. جربت رحت أماكن كنت أزورها زمان، حاولت أغير جو كثير بس ما أحس إنه يفرق معاها كثير. وبس هذا سؤالي، شكرا. طيب خليني أسألك يا سارة. أيوه. أنتي سويتي أي تنظيف من التنظيفات اللي عندنا؟ سول ديتوكس، موسيقى تحولية، تنفس، وعي الطفولي؟ صراحة لا، دخلت معاكي دورة تسخير وكارما ثرابي. واشتغلتي في دورة التسخير طبقتي؟ طبقت أجزائي ووقفت في النص، ما كملت. ما كملتي ليش؟ كان عندي اختبارات. لا انشغلت، كان عندي اختبارات ووقفت ما كملت. أوكي. طب أنت عادة يعني متابعة للإنستغرام لايف، متابعة لل يوتيوب، يعني مهتمة بهالموضوعات ولا جديدة عليك؟ لا مهتمة، يمكن من 2017 السنة اللي راحت. ايوه اوكي، وهذا الشيء يعني تابعك احمد عمارة ايش؟ جديد هذا الشعور عليك؟ ايوه يعني مو زي زمان، زمان كنت افرح باقل شيء، يعني حتى لو مثلا غيرت جو، مثلا طلعت برا البيت يعني احس اني غيرت جو مبسوط. الحين لا، ما يعني ما في شيء يبسطني ابدا. اوكي خليني بقول لك يا سارة حبيبتي شرفتيني. مشكورة دكتورة، حياتي. باي باي. طيب اوكي احنا كنا نتكلم مع سارة تسأل عن الفرق ما بين السعادة والفرح. السعادة هو الشيء الخارجي والفرح هو الوعي الداخلي. وتقول سارة انها لا تشعر بالفرح من فترة، يعني ما تنبسط وتحس انه كل شيء عادي. حاولت تروح اماكن، حاولت تغير جو، حاولت تشوف يعني تصنع خبرات،
تقول أول أشياء بسيطة يعني توسع صدرها الآن تغير الموضوع. أول شيء كثير أشياء كثير كثير أشياء سارة نبغى نناقشها، بحاول أختصر لك الموضوع. أول شيء خلينا نسأل متى بدأت القصة وبعد ماذا؟ متى بدأت القصة وبعد ماذا؟ يعني خلينا نتذكر، هل حصل حدث غير جيد في العائلة؟ هل في وفاة؟ هل فيه مشكلة صحية؟ هل أنت تعرضتي لخسارة؟ هل تعرضتي لفشل؟ هل تعرضتي لخيبة أمل؟ هل تعرضتي يعني أي شعور سلبي قوي حاد قد يكون مر بك، فأنت تعيشين تأثير هذا الشعور إلى الآن. هذا ممكن وارد جدا، وهنا مطلوب منك أنك أنت تنفضين الأوراق وتتذكرين، لأنه يعني في كثير من الأحيان، وسبق أن تكلمت عن هذا الموضوع، أنه يكون عندنا قطعة كذا نروح وندخلها ونرميها في آخر الدولاب، اللي هي القطعة اللي ما نبغى نشوفها وما نبغى نواجهها، الحقيقة التي لا نريد أن نعترف بها، يمكن لأنها تشعرنا بالعار، يمكن لأنها تشعرنا بالألم، يمكن لأنها تشعرنا بالحزن، فنهرب منها طوال الوقت، بينما هي قاعدة في الخلفية وتشتغل مثل صوت الموسيقى الهادئة. هي صوت موسيقى يعني جيدة وريلاكس وموسيقى حب، بس ممكن تصير هذه الموسيقى موسيقى توتر أو نغمة حزينة، قاعدة تشتغل طوال الوقت في راسك من ورا، يعني طوال الوقت في موسيقى حزن، تسوين شيء يفرح شيء سعادة، موسيقى الحزن تشتغل. فمعناها هذه القطعة اللي احنا مخبينها هي قاعدة تسوي تأثيرها طوال الوقت، فما نستطيع ان نتجاهل. لذلك انا سألتك هل قمتي بعملية تنظيف، انه انت نفضتي المكتب وطلعتي الدنيا، سويتي سول ديتوكس، سويتي الوعي الطفولي، تنفس، سويتي اي شيء من هذه الاشياء اللي تنفض الغبار عن هذه المشاعر السلبية وتطلع لك الحقائق قدامك، تحطينها على الطاولة، تناقشينها، تتفاوضين معها، تتخلصين من هذه الاشياء. بما انه حاليا كل هذه الكورسات عندنا مغلقة، انصحك تروحين لليوتيوب وتحضرين مقطع التنظيف، مقطع تنظيف، في بعض التمارين، في بعض الاشياء ممكن تساعدك. فهذه زاوية عندنا، انه عندنا احداث ما زالت موجودة تحتاج تنظيف. زاوية اخرى يا سارة نبغى نتكلم ونتناقش فيها. الان انت حضرتي كورس التسخير وبدأتي ولا كملتي لانه كان عندك اختبارات. يعني كثير من الناس يعني يعتقدون انه انت تبدأ في كتاب بعدين تجيك شغلة ثانية تخلي الكتاب تروح تشوف الشغلة الثانية. اوكي، تابعت فيلم مثلا على الجوال، جتني شغلة الآن ثانية، جوني ضيوف، وقفت الفيلم رحت للضيوف، كنت أرسم لوحة وقفت اللوحة، فالآن عندي كتاب واقف في النص، وعندي فيلم واقف في النص، وعندي لوحة واقفة في النص، وعندي ضيوف جايين في البيت، فأنا مثلاً يمكن بركز على الضيوف. تخيلوا معي أنه في ناس على هذه الأرض يعيشون وعندهم 100 ملف مفتوح، في ناس يعيشون على هذه الأرض وعندهم 100 ملف مفتوح. ليش أنت كيف تبغى تركز؟ كيف تبغى تنجح؟ كيف تبغى تحقق أهدافك؟ كيف تبغى تحترم ذاتك؟ كيف تبغى تجذب؟ كيف تبغى تشعر بمشاعر جيدة؟ أنت كيف عايش؟ كيف عايش؟ يعني الكتاب ينتظر وعنده طاقة وقاعد ينتظر وهو معلق، يعني في عقلك ملف مفتوح ومعلق، الفيلم ينتظر، الرسمة تنتظر، الناس تنتظر. يعني أبسط اختبار، افتح الواتساب عندك وشف مين الأشخاص اللي ما رديت عليهم، كم شخص عندك ما رديت عليه، إيش المهام، مين الأشخاص اللي ينتظرونك في الحياة، كم في شخص ينتظرك في الحياة، إيش المهام اللي أنت المفروض تسويها ومعطلها، إيش الملفات المفتوحة واقفة مفتوحة كذا لا فيها عمل، لأنها هي مفتوحة فيها طاقة قاعدة تشتغل، بس هي طاقة مهدرة، طاقة مهدرة،
فإذا كنتي حضرتي كورس التسخير ولا كملتي، فقد تكون هذه عادة عندك. يمكن أخذتي كارما الثراء، ولا فتحتي مشروع، ولا اشتغلتي، ولا سويتي شيء. فمعناها قد يكون عندك عادة يا سارة أنه أنا أسوي مشروع، أبدأ مشروع وأطنش، وأبدأ مشروع وأمشي وأنتقل وأقفز أقفز 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 أقفز، أفتح ملف وخليه مفتوح وأهرب، أفتح ملف وخليه مفتوح وأهرب، وهكذا. هذه الحياة حياة مستنزفة طاقياً. الملفات المفتوحة في حياتك، فيديو ما اكتمل، كتاب ما اكتمل، لوحة ما اكتملت، ناس بترد عليهم ما رديت عليهم، هذه كلها ملفات مفتوحة تستنزف طاقتك. إذا أنت تبغى تنجح، تبغى تشعر بمشاعر جيدة، تبغى تنجز، تبغى تحقق حياة جيدة، ما يصير، لازم ترتب هذه الملفات. هذه من أبجديات الحياة، ما يصير، لازم أنت هالملفات تقفلهم. تمسك الكتاب اللي أنت حاط عليه الإشارة، تقول أوكي خلاص أنا الآن مش مؤهل لقراءة هذا الكتاب، وسوري والله أني أنا قررت أني أقرأ الكتاب في الوقت غير المناسب، وما رح أقرأ الكتاب، خلاص هونت، ما رح أقرأ هذا الكتاب. هذا الفيلم أنا بشوفه اليوم قبل ما أنام، خلاص حطيته في الجدول وأقرر وأشوفه. هذه الرسمة أنا بشتغل عليها بكرة العصر، أحطها في الجدول وأطبقها. هذه زاوية يا سارة مهمة أنك تفهمينها وتشتغلين عليها. برضو في زاوية أبغى أتكلم عليها يا سارة، أنه في كثير من الأشخاص، خليني أحاول أقرب لك مستويات الوعي كما أنا أفهمها، كما أنا أفهمها، أنه في أشخاص مطلعين يعرفون القوانين الكونية، يحضرون يمكن إنستغرام لايف، يحضرون يوتيوب، يحضرون كورسات، فاهمين إيش نقصد إحنا بالوعي، إيش التطوير، إيش إيش كل الكلام اللي إحنا نقوله مفهوم بالنسبة لهم، واضح، يمكن حتى صار من أبجديات الحياة عندهم. هذا مستوى، وأنت عديتي. عارفة وين الألم يا سارة؟ الألم أنه كثير من الناس لما يشعرون أنهم تعلموا يتوقفون عند هذا الحد، وهذا اللي أسميه أنا خدعة الوعي، صندوق الوعي، خدعة الوعي، صندوق الوعي. أنك تعرف بعدين تتوقف، أنك تعرف ولا تطبق، أنك تعرف أنه في قانون كوني اسمه قانون التوازن ويشتغل بهالطا في انعكاس، أوكي طيب إيش قيمة أنك تفهم الانعكاس؟ إيش قيمتها؟ لا تفهمها أحسن، على الأقل أنت مش محاسب عليها إذا ما فهمتها. خليك منتبه لهذا الكلام، خليك منتبه. تفهم قوانين كونية فأنت محاسب على مستوى القوانين الكونية، ما تفهمها أنت واحد في مستوى اللاوعي ويجيك على قدك. بس تفهم فأنت فاهم وقاعد تناظر تتفرج وما تبغى تشتغل، ما يشتغل الموضوع بهذه الطريقة يا سارة، ما يشتغل الموضوع بهذه الطريقة. لذلك أنت عندك مهمة أنك أنت تشتغلين على نفسك، أنك أنت لا تبقين متفرجة في هذه الحياة، لا تبقين في صندوق الوعي، لا تصدقين خدعة الوعي أنه أنت فهمت وعرفت وأدركت بعض القوانين وأنه انتهى الموضوع. لا، التطوير مستمر، التطوير دائم، ما دمت أنت في هذه الأرض فأنت متطور طوال الوقت، ويجب عليك أن تطور نفسك إذا أنت تحترم نفسك. في ملايين الطرق لتطوير نفسك، مش بالضرورة الطريقة اللي أنا أقولها أو سمية تقولها أو المدربين يقولونها، يمكن أنت تلقين لك طريقتك، يمكن أنت في البيت، في مكانك، في غرفتك، تلقين الطريقة اللي تطورين فيها نفسك. اللي أنا أقترحها عليك يا سارة أنك أنت تنتبهين لأسوأ المشاعر اللي أنت مريتي فيها وتنظفينها. يمكن هذه خلاصة كل الكلام اللي قلناه، أنك تنتبهين لأسوأ مشاعر مريتي فيها وتنظفينها، لعل يكون عندك قاع جديدة تستطيعين من خلالها أنك تتجرئين أنك تصلين للفرح. معنا وقت؟
معنا وقت. مين مستعد؟ السؤال واضح. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا روان حبيبتي، تفضلي. دكتورة أحد، تفضلي. أنا عمري 19 سنة. أوكي. اتخرجت من الثانوية، وأنا يعني كنت طول حياتي مبرمجة على إنه لازم أجيب درجات عالية، يعني لما كنت أجيب 98% كانت أمي تزعل يعني وتقول لي منك وهذه درجة قليلة، دائما لازم أجيب 9 أو 100 زي كده. وبهذه الطريقة بس كنت يعني أحفظ وأذاكر، ما كنت عارفة إيش أنا أحب، ويعني ما كنت عارفة رسالتي وما كنت عارفة أنا إيش أبغى. فبعد ما تخرجت ودحين أنا يعني كنت أشوف في الوعي وكده، ودحين أحس روان عندي اهتمامات مرة كثيرة. أسمع السؤال، حتى مو قادرة أخمن، يعني لو أسمع جزء من السؤال يمكن أقدر أخمن، لكن أعتذر منك جداً أنه النت عندك مش جيد، فما أقدر يعني أبخس حقك و أجاوب على السؤال. ثم معاي ولا علق عندي ولا وش القصة؟ كلامها واضح؟ ليش أنا جاني سؤال مقطع؟ أعتذر منك يا روان، ما أعرف ليش طيب. مين سؤاله واضح وجاهز ونتقوي؟
ايوه سامعين لي. تفضلي. ايه دكتورة، هاي اسئلتي، اخذت الوعي الطفولي اوكي، ممتاز. طبقت تشافي الطفل قبل ما اطبق كيف احل المشكلة، اوكي هذا السؤال الاول. اوكي السؤال الثاني، تشوفين ابي متوفي، متزوج اكثر من واحدة، اوكي وتحسين كل المجتمع وهذول اللي موجودين كلهم ضدنا بشكل فظيع فظيع مرة، اوكي ابغى اعرف رسالة الاشخاص هذول ايش الدرجة، يعني ما تصورينها مرة. ثالثا يجوني خطاب كثير، طيب ويردونهم ما يزوجوني نهائيا، ما يزوجوني صار لي يعني يمكن قولي ما أدري كثير كثير مرة، ويردونهم اللي هو أخي الكبير يردهم. كم عمرك أماني؟ إيش رسالة عمر 22 سنة؟ إيش رسالة الشخص المتسلط في حياتي؟ هو مو متسلط علي بس، على عائلتنا كلها، فاهمة علي؟ لدرجة يضربني أنا، صاير هنا قبل يومين جاي وضاربني، فاهمة علي؟ يعني أول مرة هنضرب في حياتي وما أدري، أحس إني لين الحين وأنا أكلمك أرتجف، كل ما تذكرت الموقف أرتجف بشكل مو طبيعي. إيش سويتي لما ضربت؟ فاهمة علي؟ إيش سويتي؟ وخرتها مني بس دكتورة، ما وخر، فاهمة علي؟ ما وخر مني وأنا وخرة، فاهمة علي؟ فهمتك. بس كذا، وبس أبى أشوف إيش رسالة ده الشخص في حياتنا، يعني لين الحين هو متسلط مطلعة من حياتنا، ولا هو أخي، هو على أمي وأبي، هذا اللي أنا أتكلم لك عنه، الباقيين هم مو على أمي من برا، لكنهم يعني ضغط 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 من جميع الاتجاهات والمجتمع نفسه، كلنا يقول يعني هم ليه كذا معكم، فهمتيني؟ ما أذينا أحد بس ما أدري ليش اللي قاعد يصير. ما أذيك أحد دكتورة أماني، إيش توقعين ليش قاعد يصير كذا؟ توقعي. والله ما أعرف دكتورة، أحس إنه يعني إلا أحس إنهم أعداء نجاح، يعني ناجحة في كذا شيء في حياتي، أي شيء يدخله أحس أنا ناجحة فيه مرة، أنا قدام في ذا الشيء، وهم الوحيد العائق لي. وبعد سؤال دكتورة، أنا دخلت مشروع، طيب المشروع هذا وقف ضدي أخي، هذا اللي أنا أقول لش عنه لأنه هو الوحيد اللي يقدر يجي ويتحكم، وقف ضدي في ذا المشروع، ما خلاني أكمله، وأنا الحين ما أدري شو أسوي. خلاص شكرا حبيبتي أماني، حبيبتي اسمعيني. شكرا دكتورة. حبيبتي عفوا. أماني بالنسبة لموضوع الوعي الطفولي، برافو عليك إنه أنت يعني قاعدة تطورين نفسك وتنظفين ويعني تساعدين نفسك. أقترح عليك إنك أنت ترجعين لموضوع حل المشكلة، لأن فيها تمارين جدا ممتازة تساعد على حل المشكلات أو الصدمات الطفولية، وبعدين ترجعين تسوين التشافي. سواء إنك سويتي التشافي وخلصتي منها، على الأقل ارجعي اشتغلي على صدمة الطفولة. بالنسبة للوضع اللي تعيشين فيه يا أماني، أول شيء يعني أنا أبغى أقول لك إنه إحنا نحبك، إحنا نحبك وإحنا معاك، وكل الناس الطيبة وكل الشعور الطيب اللي موجود في هذه الأرض موجود ليساعد أمثالك وليقف معك. لا تتخيلين انه انت لوحدك، حتى لو انت ما شفتي الناس الطيبه حولك وما شفتي الخير حولك، هناك الكثير من الاشخاص اللي قلوبهم معك ويمكن شعورهم معك. اماني الشيء اللي انا ابغاك تفكرين فيه، ابغاك تتساءلين ليش انا خايفه، ليش انا اعيش في دور المظلوم، ليش يظهر في حياتي أشخاص ظالمين؟ تقدرين ترجعين اليوتيوب تسمعين على سلم هاوكنز عن الخوف، على مرحلة الخوف،
وتسمعين برضو تكلمنا قبل على ليش الشخص المظلوم يظهر أمام الشخص الظالم. يعني إذا كنتي تنتظرين إنه المظلوم أو الظالم يتوقف عن ظلمه من نفسه كذا، فأحب أقولك إنه لن يتوقف. إذا كنتي تنتظرين إنه الظالم يتوقف عن الظلم بنفسه، فأحب أقولك إنه لن يتوقف. سؤالي الآن، هل القصة جديدة ولا القصة قديمة؟ بمعنى، هل أنت لما كبرتي ظهرت هذه الأشياء وبانت هذه الأشياء، ولا أمك هي اللي عندها هذه المشاعر، وأمك امرأة ضعيفة فكل ما حولها يتكالب عليها ويزيدها ضعفا؟ فخلينا نفكر أنه هل أنت أخذتي هذه المشاعر من أمك فأنت تبنيتي الفكر الضعف اللي أنت فيه، ولا هل هذه الأشياء أنت عندك فأنت تحتاج أنه أنت فقط تشتغلين على نفسك؟ فإذا كان الموضوع أنت أخذتيه من أمك، فيجب أن تتحررين من فكرة أنه أنت لازم تكونين نسخة من أمك، ولازم أمك تكون هي مصدرك الطاقي. يجب أن تفكرين أنه أنا لازم أصنع حياتي، لازم أنا أقرر إيش أبغى، لازم أنا أختار إيش أبغى. بالنسبة للموضوع المشروع اللي أخوك وقفه، أنا حسب معلوماتي أنه القانون معاك، حسب معلوماتي أنه ما يحق لرجل أن يوقف أي بنت تحت إمرته، لأنه العمل يعني يحق لك أنك تعملين، ولا يحق لأي رجل أن يوقفك، وتستطيعين أنك تتوجهين للقانون. مش بالضرورة يكون هذا الطريق صحيح، لكن أنا مع فكرة أنك أنت تحصلين على حقوقك، مش مع فكرة الاستسلام. بما أنه أنت يعني خايفة، فأعتقد أنك أنت عندك رسالة أنك ما تخافين. بما أنه أنت خايفة يا أماني، فأعتقد أنه أنت عندك رسالة أنك تكونين قوية وما تخافين. أنت ما تحتاجين أنه أنا أقول لك إيش تسوين، أنت ما تحتاجين، أنت قوية وقادرة أنك أنت تطلعين نفسك من هذه المشكلة. أنت أقوى من أي رجل ممكن يوقف في طريقك، أنت أقوى من أي رجل يبغى يمنعك من الزواج، يبغى يمنعك من العمل، يبغى يهينك، يبغى يضربك، يبغى يخليك تعيشين حياة غير جيدة. أنت يا أماني لك الحق في أنك تختارين الحياة الجيدة. أنت تستطيعين أنك تقررين أنه أنت ما تسمحين لأي شخص كائنا من كان أنه يعطل أي شيء في حياتك، يعطل زواج، يعطل مشروع، يعطل شغل، يعطل علاقات اجتماعية. لا تنسين أنه أنت عندك هذه القوة، لا تخلين هذه القوة متخبية جواتك، وريها، وري قوتك للناس. أنت إنسانة كاملة الأهلية، أنت إنسانة ناضجة قادرة، تستطيع أنك تطالبين بحقك، تستطيع أنك تناقشين في حقك، تستطيع أنك تروحين للقانون، تستطيع أنك تتحدثين، تستطيع أنك تفعلين ما تشعرين أنه صحيح لتطالبين بحقك. أنت بداخلك كل الحلول، فقط أطلقي هذه القوة اللي بداخلك. لا تفكرين أنه أنا ضعيفة، أنا ما أقدر، هم أقوى مني، أنا مسكينة. وقفي هذه الأفكار اللي جواتك، وقفي هذه المشاعر اللي تشعرك أنه هذا الشخص أقوى منك. قرري الآن يا أماني، قولي ستوب ستوب، حياة تنازلات لا أسمح فيها. أنا أستحق حياة 5 نجوم، أنا مش أقل من أي رجل في هذه الحياة، أنا أستحق حياة 5 نجوم، أنا أحترم نفسي وأستحق حياة 5 نجوم، لا أقبل بأني أكون أقل من أي رجل، أنا أستحق أن أختار كل خياراتي في الحياة. أماني، لا تنامين اليوم إلا وأنت قررتي كيف تتحررين من هذا الخوف اللي بداخلك. كلنا معك. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا اللقاء. شكراً لكل اللايكات، شكراً لكل القلوب، شكراً لكل الكلام الجميل، شكراً لكل اللي شاركونا اليوم مشكلاتهم، شكراً لأماني حبيبتنا، كلنا قلوبنا معك، كلنا اليوم رجالاً ونساءً نقول لك أنت قوية
وإحنا بكل قوتنا معاك، إحنا ندعمك، إحنا ننتظر منك إنك تكونين تغيرين في واقعك وتغيرين في واقع كل من حولك، وإنت قادرة على ذلك. أتمنى لكم ليلة جميلة سعيدة، تصبحون على حب وسلام.